تستمر في حلبة اللبن. مشروع إفطار صائم دعوة جميع مجالس المحلية في المنطقة الشرقية إلى مقدمة الإفطار في يوم 9/6/2016. مشروعنا لتضمان 40,000 وجبة مطبوخة توزع على مجالس المحلية في المنطقة الشرقية حسب النسبة والتناسب عدد السكان. الحمد لله كانت موفقة اليوم كثير دعوة المجالس المحلية كلها والجميع المجالس المحلية لبت دعوة.